سنتحدث بين الحلقات عن أنني تمنيت لو عرفت ما قيل في الحلقتين السابقتين في بداية إيماني لا فكرة لديكم عن كم الوقت الذي كنت أبكي وأصرخ فيه وفي داخلي مشاعر مختلفة يا رب ماذا فعلت لماذا أين حضورك؟ وإذا نظرتم ليسوع لقد كان أفضل مثال. كان يسوع واقفا و... الجموع التي اتت من اليهوديه ومن اورشليم ليسمعوا يوحنا المعمدان جموع غفيره وخرج يسوع وتعمد انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بهيئه جسميه صحيح مثل حمامه جاء على يسوع ثم تكلم الله الاب قائلا انت ابني الحبيب بك سررت ياه لو حدث هذا مع امريكي نحن رجال اعمال جيدون كان سيقول لقد اعلن الله انني ابنه المختار امام كل الناس هيا الى مواقع التواصل يدخل الجميع على إنستا ستوري الان حالا صحيح سوف ابدا خدمتي الاجتماع الاول سيكون في اورشليم لكن ما حدث بعد ذلك مباشره اما يسوع ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح لم يكن الشيطان الذي قاده الروح القدس قاده الى البريه اربعين يوما يجرب من ابليس هذا لسبب وساريكم هذا السبب لاحقا اريد ان اتحدث في هذا الدرس عن عمليه الوعد حسنا عن عمليه الوعد اولا لاتاكد فقط اننا على نفس الخط ساقدم تعريفا لكلمه عمليه العمليه هي سلسله اعمال او خطوات تتم بهدف الوصول الى هدف نهائي معين صحيح اذا سنتحدث عن عمليه الوعد والان انظروا طريقه عمل الله في حياتنا اولا يعطينا وعدا هذا مع كل اولاده ان جلست مع اي مؤمن حقيقي له علاقه مع الرب وقلت له اخبرني عن بعض الامور التي وضعها الله على قلبك يمكن ان يقول عندما كنت مؤمنا جديدا عندما كانت مسيرتي مع الرب عمرها ثلاثة أو أربع سنوات كنت أبحث بجدية وأراني الله كيف أفعل هذا وذاك ماذا يفعل هذا الوعد عندما يعطيه الله إنه يستنهض المصير صحيح؟ تذكروا عين الله لنا أمورا لا تتضايق من هذه الكلمة سأتحدث عنها في درس آخر هذا يستنهض مصيرنا وبعدها يجب أن تمر في العملية هنا تبدأ العملية يعطي الله الوعد ثم تبدأ العملية حسنا ما هي هذه العمليه انها تطور الايمان الذي تحتاجه والشخصيه التي تحتاجها لتتميم هذا الوعد بمعنى اخر عندما ناخذ الوعد لا تكون لدينا الشخصيه والايمان لتتميمه حسنا ثم الخطوه الثالثه هي تتميم الوعد دعوني استخدم يوسف كمثال حسنا اعطى الله يوسف حلما حلمين سوف يكون قائدا عظيما واخوته سوف يخدمونه وسينحنون له عندما اعطاه الله هذا الحلم ماذا قال الكتاب عنه لديه مشكله كان متفاخرا وكان واشيا يقول الكتاب انه وشى باخوته وسبب له مشاكل حسنا اذا لم تكن شخصيته مناسبه لدعوه الله اذا اعطى الله ذلك الوعد له بحلمين واستنهض بذلك مصير يوسف وما الذي حدث بعد ذلك بدأت العملية بيع عبدا في البداية ألقي في بئر الذي أحب أن أسميه في الدروس مدرسة لاهوت القدام على أي حال ثم بيع عبدا وإخوته هم الذين ألقوا به في البئر ثم باعوه وقتها عندما كان الشخص يباع عبدا كان يستمر عبدا طوال حياته وزوجته وأولاده يكونون عبيدا ربما كان من الأفضل له أن يقتلوه عندما تكون ورثا لرجل ثري مثل يعقوب والده هو يعقوب ثم تباع عبدا واو بالتاكيد كان يقول في نفسه لقد تغير مصيري صحيح وقال ان الله سيتدخل وسيكشف لابي الحماقه التي فعلها اخوتي ومرت سنه وسنتان وعشر سنوات في العبوديه دون اي رساله من اهله والان ما زال يوسف يطيع الله تذكروا قلت اننا ننضج عندما نطيع الله وسط الصحراء ان جذبت الزوجة إليه جنسيا كان عبدا في بيت فوطيفار وهي كانت تتقرب له كل يوم كل يوم لكنه استمر يقاوم وفي النهاية جذبته من ملابسه فرفض هرب من خطية الزنا فعل بالضبط كما يقول الله فإلى السجن والسجن الآن ناد بالنسبة لبيت السجن دخل يوسف بيت السجن وإذا كان هناك وقت تذمر فهذا هو اذا ساكمل هذه القصه لاحقا لكن اريد ان اعود الى اعطاء الوعد لاننا نحتاج ان نعود الى الوراء قليلا يعطي الله وعدا والامر المهم جدا هل هذا الوعد من الله واريد ان اعطيكم خمسه امور تعرفكم ما اذا كان الوعد من الله ام لا حسنا اولا ايتوافق مع الكتاب ان كان متعارضا مع الكتاب الق به ليس من الله انه العدو يحاول اطراءك ليخرجك من مشيئه الله بتعبير اخر لن يعطيك الله وعدا بان تتزوج شخصا وانت متزوج هذا ما اتحدث عنه قل في الحال هذا سخف انه العدو اذهب عني يا شيطان تعامل مع الشيطان كما تعامل يسوع بكلمه الله تكلم بكلمات الله ثانيا هل هذا الوعد اكبر منك حسنا ان كان يمكنك ان تنفذه ليس من الله السبب سيجعل الله دائما وعده لحياتك في دعوتها على حياتك اكبر من قدرتك لانه ان لم يكن كذلك سيعود المجد لكليكما وهو قال ان مجده لا يعطيه لاخر لهذا دعا الله شخصا مستواه في الكتابه الابداعيه سيء اهلا هذا انا اسوا ماده كانت درجاتي سيئه في اختبارات اللغة الانجليزية، تشويس حقا، أنا لا أمزح، حسنا، قابلت شخصا واحدا درجاته أقل مني في الانجليزية، وقال الله اكتب، فقلت ماذا؟ لست الشخص المناسب، صحيح؟ ثم لم أفعل أي شيء لمدة عشر شهور، ثم جاءتني سيدتان من ولايتين مختلفتين، وقالتا إن لم تكتب حين يقول الله اكتب سيعطي الرسالة لآخر، ثم ذات يوم كنت جالسا في مكان وقلت أعرف أنني لا يمكنني أن أكتب كتبا وفي يوم آخر حاولت أن أعد فنامت زوجتي مني سأحكي لكم هذا لكن اسمعوا هذا ما فعله هذا الوضع جعلني أدرك أنني لا يمكنني فعل أي شيء بدون نعمته دون أن يمكنني هو من فعله صحيح؟ لأن ها أنا الآن بعد أن كتبت عشرات الملايين من الكتب المترجمة إلى 108 لغات ويقول الناس أو أنت مؤلف بارع؟ فأقول لهم لا. اسمي على هذا الكتاب لأنني أول شخص قرأه. تعرفون لقد أدركت أنه هو الذي أنجز العمل من خلالي. كان الحلم أكبر مني بكثير. هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيفير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانا. اختر لغتك. اختر ما تريده من المكتبة الشاملة. كتب إلكترونية، رسائل فيديو، كتب وتعاليم مسموعة، برامج تلفزيونية وكتب مقدسة. لتعرف أكثر زر @cloudlibrary.org. ثلاثة هل تحقيق هذا الحلم يفيدك أنت فقط؟ أم يفيد آخرين؟ إن كان يفيدك أنت فقط من الأفضل أن تتحقق منه. حسنا؟ إذا نظرتم إلى ناثان النبي حين أتى لداود في صموئيل الثاني هذا مذهل قال والآن فهكذا تقول لعبد داود هكذا قال رب الجنود أنا أخذتك من المربض من وراء الغنم لتكون رئيسا على شعبي إسرائيل هذا مذهل صحيح؟ لكن إن ذهبت إلى أخبار الأيام الثاني أربعة عشر ستجد إيضاحا مر داود ببرية انظر إلى اتضاع داود وعلم داود أن الرب قد أثبته ملكا على إسرائيل لأن مملكته ارتفعت متصاعدة لماذا من أجل شعبه إسرائيل إذا لأنه مر بتلك الأربعة عشر عاما من البرية أصبح بهذه الشخصية أدرك أن الله فعل ذلك من أجل شعبه اسمحوا لي يقول الناس واو كتبك مترجمة إلى 108 لغات أدرك أن الله فعل هذا من أجل شعبه حسنا كنت فقط الحمار الذي اختار أن يركبه تفهمون هذا فهم داود هذا الموضوع الأمر الرابع هل تلقى حلمك تأييدا من قادتك الروحيين؟ هذا مهم هل أيد قادتك الروحيون حلمك أعمال 13؟ أنا متأكد أن بولس عرف ذلك وبرنابا عرف ذلك لكن بينما كانوا يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس من خلال قادة تلك الكنيسة أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه الروح القدس هو من أرسلهما والأمر الخامس هل الحلم أو هل ما قاله الله لك قد تكرر؟ لقد أرسل الله مرارا وتكرارا خداما خد كنت أحترمهم جدا خداما خد كانوا محترمين جدا في جسد المسيح أرسلهم لي عندما كنت طالبا جون أنت مدعو من الله لأن أمي كانت كاثوليكية وكانت معارضة جدا لفكرة اشتراكي بأي شكل في أي نوع من دراسة الكتاب أو الإيمان المسيحي، أنت كاثوليكي؟ لذا أرسل الله لي هؤلاء الخدام ذوي الخدمات الدولية يقولون قال لي أحدهم: لماذا أنت هنا؟ أنا لا أعرف ما الذي تفعله هنا في جامعة بيردو، أنت مدعو للأمم. وعندها الشخص الذي كان يساعدني في مسيرتي مع الله، كان واقفا بجانبي وضحك وقال: "إنه يعرف ذلك، لكنه كان يعرف أيضا أن الله يجب أن يطورني، لأنني لم أكن مستعدا". ستظن دائما أنك مستعد قبل أن تصبح مستعدا، فاستعد لذلك، حسنا؟ سأخبركم بالمزيد عن ذلك حين أحكي اختباراتي الشخصية، لكن، دعوني أقول الوعد سوف يدخلك حتما إلى موسم جديد، ماذا حدث مع يوسف؟ حلم ثم ألقي في البئر، ثم أصبح عبدا، دخل في موسم البرية، من المهم جدا أن نفهم هذا الأمر. الوعد سيبقيك على المسار الصحيح، هذا مهم جدا إلى أن تصل لوجهتك. إذا نظرتم إلى لوقا أصحاح واحد عدد 37، لأنه ليس وعد ولا كلمة من الله ستكون بدون قوة أو سيستحيل تتميمها. حين يقول كلمة ففيها كل القوة المطلوبة لتتميم ذلك الوعد إن بقيت متماشيا معه. ثانيا يقول الله أنا متأهب وناهض ساهر على كلمتي لأجريها. قال هذا لإرميا وهو في عمر السادسة عشر، وأنا متأكد أنه رغم أن بريته غير مذكورة إلا أنه مر ببراري قبل أن يبدأ توصيل كلمة الرب. صحيح؟ كان إرميا النبي يوصل كلمة الرب ليهوذا. حسنا دعونا نعود ليوسف مرة أخرى. انظروا له كان وضعه هكذا عاش عبدا عشر سنوات ثم سجن سنتين يبتعد عن الوعد الذي اخذه لانه حين يوضع المرء في السجن وهو عبد ومتهم باغتصاب زوجه احد قاده الملك يبقى فيه للابد لا يعدمونه لان الاعدام اسهل يضعونه في السجن هذا وكما قلت لكم سجوننا نواد بالنسبه لهذا انا دخلت سجنا في الشرق الاوسط انها حفر تحت الارض رطبه وسقفها ارتفاعه اربعه اقدام إنها أماكن فظيعة جدا، ويعطون الناس ما يعرف بخبز الضيق وماء الضيق، يعطونهم قدرا من الخبز والماء لإبقائهم أحياء، يريدونهم أن يعانوا. هكذا كان يوسف. لنرى ما سيحدث. سنذهب إلى مزمور 105. وهذا الجزء الكتابي من الأجزاء المفضلة لدي هنا. الله أرسل أمامهم رجلا. يوسف قال هذا لإخوته: ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله. اتفهمون هذا مذهل حين تفكر فيه بالضبط كما قاد الله يسوع الى البريه قاد يوسف الى مصر وكان يعرف شر اخوته كان عندهم نقص في شخصياتهم وقال الله انا ساستخدم هذا لاتمم قصدي في تدريب يوسف اذن الله لم يجعلهم يفعلون ذلك بل كان يعرف لان الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب انظروا لهذا اذوا بالقيد رجليه في الحديد دخلت نفسه هل تفهمون انه ليس فقط في ذلك السجن الرطب ذي السقف المخفض انهم يؤذونه بالقيد والحديد تصوروا المشهد هذا ليس سجنا مرفها مثل سجوننا اليوم انظروا الى كان في تلك السلاسل والقيود الى وقت مجيء كلمته قول الرب امتحنه سندرس هذه الايه لان هناك امورا كثيره غير ظاهره سنذهب للعبرية انظروا إنها الكلمة العبرية دبار حسنا إذن ها هو معناها كلمة أو حديث منطوق إذن أساسا كان هذا وعد يوسف الشخصي حسنا والآن لنعد إلى الآية مجددا إلى وقت مجيء كلمته إذن لنضع بدلا من إلى وقت مجيء كلمته إلى وقت مجيء وعد الله الشخصي ليوسف انظروا قول الرب امتحنه ما هو قول الرب هنا؟ كلمة عبرية مختلفة تعني كلمة الله. إنها الكلمة التي تتكرر في المزمور التاسع عشر كثيرًا، صحيح؟ سترون هذه الكلمة في مزمور التاسع عشر أكثر من أي مكان آخر، الآيات التي لدينا هنا. إذًا يقول قول الرب امتحنه. كيف امتحنه؟ هل سيظل يطيع الله وسط هذه المصاعب؟ حسنًا، انظروا امتحنه. أحب هذا. إنها ساراب. فعل معناه يصفي، وهذا ما سندرسه في الدرس التالي. تأخذون مقدمة صغيرة الآن. يمتحن. تصف هذه الكلمة عملية التنقية التي يقوم بها المصفي الذي يسخن المعدن ويخرج رغوته فتتبقى له مادة نقية. حسنا، انظروا ليوسف. شخصيته غير جاهزة لكي يكون في مركز السلطة. لكن بعد عمل الله، بعد 12 عامًا، عاد إخوته أخيرًا. لم يقص عليهم لم يقل آه خلقتم لي جحيما على الأرض إثنى عشر عاما سأحكم عليكم جميعا بالسجن لتذوقوا هذا باقي حياتكم لم يفعل هذا بل قال الله أرسلكم لتحيوا عائلتنا إذا إذا نظرتم لهذا حين جاء إخوته ووقفوا أمامه يقول الكتاب هنا رائع فتذكر يوسف الأحلام التي حلم عنهم لأوضح هذا الكلمة العبرية لا تعني تعرفون عندما نقول أجل تذكرت هذا حلمت حلما منذ خمس سنوات صحيح ليس هذا ما تعنيه كلمه تذكر تعني ان تحفظه في ذهنك طوال الوقت دعوني اريكم كيف استخدمت في مكان اخر في تكوين ثمانيه واحد ثم ذكر الله نوحا لم يقل الله يا للهول لقد اغرقت الارض يوجد رجل هناك في سفينه يا للهول يجب ان افعل شيئا لا كان الامر في فكر الله طوال الوقت حسنا إذا يوسف كان طوال الوقت وهو عبد وهو في بيت السجن وعدني الله وعودا إخوتي سيأتون وسينحنون أمامي وقد كان كما ترون عندما تتعامل بشكل صحيح مع الوعد تصل إلى وجهتك حسنا إذا أريد أن أعطيكم بعض المشورة هنا أولا استمر في العملية واقبلها. يعقوب واحد عدد أربعة يقول لذا لا تخرج من أي أمر قبل الوقت دعها التجارب تقوم بعملها لتصبح ناضجًا جيد الإعداد وغير ناقص في أي شيء. يجب أن تتذكروا السبب لأن الله سوف يكمل ما بدأه. إن نظرتم إلى فيليبي وأحب هذه الآية من هذه الترجمة: The Passion واثقًا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملًا مجيدًا سيستمر بإخلاص في عملية إنضاجكم. من خلال اتحادكم به وسوف يكمل ذلك العمل، سينهي الله العمل، وأثناء ذلك يجب أن تتقبل العملية، كيف؟ قال بولس لتيموثاوس: هذه الوصية أيها الابن، أستودعك إياها حسب النبوات، هذه هي الوعود الشخصية التي أعطاها له، التي سبقت عليك، لكي تحارب فيها، في ماذا؟ في الوعود التي أعطاها الله، حفظ يوسف ذلك الوعد في فكره، سأكون قائدا، إخوتي سينحنون لي. لكن بالمحاربة الحسنة ولك ايمان وضمير صالح. في كثير من الاحيان مثلا عندما خلصت تعرفون كنت مهندسا في جامعة بيردو لدي بكالوريوس في علم الهندسة الميكانيكية ولكن قلت لنفسي انا لم ادع لاكون مهندسا اراني الله انني مدعو للخدمة ففكرت عام 82 علي ان ابدأ خدمة الوعظ لان يسوع ات عام 88 ودعوني اخبركم كان هناك عمليات انضاج كثيره يجب ان تجرى لهذا الفتى لكي يتمكن الله من ائتمانه على ما دعاني لافعله لان الله يريد ان يحمينا لا يريد لما دعانا اليه ان يدمرنا حسنا راينا كلمه تصفيه هذا ما سندرسه في الدرس القادم